قلت لك في الفيديو الماضي 10 نقاط جدا مهمة يعتبروا من التوب 10 تيبس اللي انت ممكن تتبعهم خلال عملية البحث عن فرصة عمل لحتى تسرع هاي العملية. اليوم بدي احكي لك 10 نقاط تانيين يفيدوك كمان انك انت تلاقي وظيفة معينة. جاسر مصطفى وجاي توكس ونو مور. خلينا نبلش. النقطة الأولى اللي بدي أحكي لك إياها اللي صراحة مش عارف كده أجيب لك إياها بس كون كيوت ولطيف وحباب كتير مع نفسك طبعا مش مع الناس التانيين خلال عملية البحث عن العمل، لأنه إذا طولت عملية البحث عن العمل راح تمل وراح تيأس وراح تجيك يعني stressful moments. سؤال قديش أنا لطيف، راح تحس بضغط كتير. فحاول أنك أنت تكون لطيف مع نفسك كتير ولا تجلد نفسك وعادي تحمل بعينك الله. النقطة الثانية اللي كثير مهمة انه اكيد تكون جاهز دائما لاي مقابلة عمل، وجهز حالك نفسيا وعمليا وعلميا ومظهريا ومن كل النواحي. فاذا انت حاسس انه في معلومات معينة في فيلد معين له علاقة بالشغل انت لسه مش مغطيه او انت ناسيه او معلوماتك ضعيفة فيه، حاول انك انت تراجع معلوماتك فيه قبل مقابلة العمل. الموضوع اللي انا بحكي لك اياه مش بس عمليا او علميا، برضو كل النقاط اللي حكيت لك اياها في الفيديو الماضي اللي اذا ما حضرته روح احضره بكون احسن لك، اشتغل عليهم كثير منيح قبل ما توصل لفرصه العمل. رقم 3، بعد اي مقابله عمل بعينك الله ابعت ثانك يو لتر بالايميل للناس اللي قابلوك. مش مشكله بعينك الله، هم يحبوا الكلام ده، يعني هم رهيفين وقلبهم كثير كثير كتير حساس. فبعت لهم thank you letter. أنا I don't believe in that بس صراحة هي بتأثر، يعني أنا لما قابل الناس ويبعتوا لي thank you letter بحس حالي إشي مهم فأعمل نفس العمل لأنها بتأثر. النقطة رقم 4 وهي من النقاط اللي جدا مهمة، اعمل follow up بشكل متواصل من فترة للثانية مع الناس اللي قابلوك، منه بضلهم متذكرين وجودك في الكوكب. وسيبك كمان من شغلة إنه لو مهتم راح يعرف لحاله، لا يا سيدي ولا مهتم ولا راح يعرف لحاله. وسيبك كمان من شغلة كبريائك اللي ما بيسمح لك تبعت إيميل ترجع تسأل هل اخترتوني ولا لا، أو شو القرار اللي اتخذتوه، أو أنا عم بستنى منكم something related للميتنج أو الانترفيو اللي أنا عملتها معاكم لحتى أقدر أرتب أموري للخطوات الجاي. لا يا سيدي، ابعت وتابع وشوف شو صار في طلب التوظيف تبعك. رقم 5 ونقطة بتساعدك كثير، اتوقع دائما أنه عملية البحث عن العمل رح تاخذ وقت كثير أطول من الوقت اللي أنت كنت متوقع حتى لو كنت مجهز حالك بكل الأشياء اللي عم نحكي لك إياها، فحط هذه الشغلة في بالك دائما. رقم 6 برضو مهم جدا، أنك أنت اسأل أهلك وأصحابك وإخوانك والناس اللي حواليك وزملائك والناس اللي بتعرفهم هل بيعرفوا عن وظائف أو فرص عمل متوفرة في المجالات اللي أنت بتشتغل فيها. ومش غلط أنك أنت تخبر كل الناس اللي حواليك بهذا الموضوع، لا تخجل لأنه أصلا مش عيب، إذا الشغل نفسه مش عيب التدوير على الشغل بده يكون عيب، لا خبر الكل حتى الكل يكون عارف أنك بتدور على شغل، حتى لو عرف عن وجود وظيفة ديفينتلي راح يحكي معك. رقم 7 هي مش دائما نقطة مطلوبة، لكن أظهر دائما اهتمامك للتغيير مكان العمل، تريلوكيت أو أنك تسافر أو تشتغل في مكان بعيد عن مكان سكنك أو whatever إذا كان الشغل يتطلب ذلك، وخاصة إذا الشغل هو بفيلد أنت كثير بتحبه أو أنت حاب تشتغل فيه أو أنت سفاح فيه أو أنت الشخص المطلوب لإله، هاي شغلة كثير ضرورية. رقم 8، لا تيأس، وديست لا تخلي اليأس السيطرة عليك لأنه حكيت لك إذا طولت بتملك. رقم 9 من النقاط اللي أنا ما كنت متخيل إنها مفيدة في الانترفيوز سواء للشغل أو لأي شيء تاني، إنه حاول إنه يكون عندك دائما خدمات تطوعية أنت عملتها وتحطها في السكشن تبع الفالنتيرينج تبعك لأنها بتفيد. ورقم 10 من أهم النقاط اللي في أي شيء في مجال حياتك مش بس في إنك أنت تدور على شغل، كون واقعي بكل إجاباتك وتوقعاتك ومتطلباتك وطلباتك وسعيك وطرقك، بكل شيء كون رياليستيك 100%، وابعد عن التوقعات العالية او بعرف شو بسموها اوفر اكسبكتيشنز، بس حاول انك انت دائما تكون رياليستيك. اذا عملت كل هدول النقاط والنقاط اللي حكيتهم في الفيديو اللي قبل والطرق تطوير الذات اللي حكيت لك اياهم، فان شاء الله اكيد راح تكون اسرع في ايجاد فرص عمل. ومرة تانية احكي لك من هون تلاقي فرص عمل، احكي لي في الكومنتس من خبرتك ايش في تيبس تساعد الناس انهم يلاقوا وظائف بطرق اسرع، وفي طريقك تقدر تعمل لايك وشير وسبسكرايب وانيبل النوتيفيكيشن بيل. سلام.